أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في نشرة الأخبار المباشرة من قناة العيون. نستهل النشرة المفصلة من العاصمة السنغالية داكار، حيث قام جلالة الملك محمد السادس مرفوقا بفخامة الرئيس السنغالي ماكي سال اليوم الثلاثاء بزيارة إلى موقع المشروع العقاري مدينة الموظفين الذي تنجزه بالقطب الحضري بداكار شركة مغربية. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير لمحمد نوار. متعددة هي أشكال التعاون القائم بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال من منطلق الروابط الثنائية المتينة المبنية على الاعتبارات السياسية والروحية والثقافية، ومن خصوصيات هذه الروابط استنادها إلى إرادة قوية لتعزيز الشراكة والنهوض بمستوى المبادلات التجارية وتقوية آليات استكشاف فرص التعاون المتاحة بالقطب الحضري ديان ميديو على بعد حوالي 30 كيلومتر من العاصمة السنغالية داكار. جلالة الملك قام اليوم مرفوقا بالرئيس السنغالي ماكي سال بزيارة إلى مشروع العقاري مدينة الموظفين الذي تنجزه بالقطب الحضري بداكار شركة مغربية، ويندرج هذا المشروع الذي يتطلب استثمارات بقيمة 37 مليار فرنك إفريقي، والذي يعد ثمرة شراكة بين مجموعة مغربية وفاعلين سنغاليين، ويهم إنجاز 2850 وحدة سكنية في إطار التزام المملكة وبدعم قوي من جلالة الملك بالمساهمة في التنمية السوسيو-اقتصادية للدول الصديقة والشقيقة ومن ضمنها السنغال، وذلك عبر مشاريع ذات وقع اجتماعي قوي. كما يعكس هذا المشروع مقاربة الشراكة المربحة للطرفين التي تعد أساس السياسة الاقتصادية الإفريقية للمملكة، الرامية إلى وضع الخبرة المغربية التي تحظى بتقدير كبير في مجال السكن والسكنة رهن إشارة بلدان القارة بصفة عامة والسنغال على وجه الخصوص، وذلك في إطار الشراكة جنوب جنوب. ويتعلق الأمر ببرنامج يستهدف الموظفين بالأساس وكذا الطبقة المتوسطة من العمال السنغاليين وسنغالي المهجر الراغبين في الحصول على سكن خاص في ضواحي العاصمة داكار بسعر في المتناول. وتهم الأشغال تهيئة بقع أرضية بمساحة 150 مترا مربعا وكذا بناء فيلات وطابق أرضي زائد واحد، وأي ما مجموعه 230 فيلا و150 بقعة أرضية سيتم تسليمها في يوليوز 2015. ويعد هذا الورش مشروعا مندمجا سيتم في إطاره بناء مجموعة من التجهيزات الخاصة بالخدمات العمومية ومناطق تجارية، وذلك بهدف توفير جميع المرافق الضرورية للسكن، ولا سيما مدرسة ومركزا صحيا ومسجدا ومراكز تجارية وملاعب رياضية. وسيشكل القطب الحضري لدياميندو مدينة جديدة تتوفر على مركز دولي للمؤتمرات وفنادق وقطب للوزارات وجامعة ثانية لدكار وقطب صناعي وتجاري وقطب للرياضات والترفيه. وزار جلالة الملك والرئيس السنغالي بالمناسبة شقة نموذجية للمشروع. إثر ذلك أشرف جلالة الملك والرئيس السنغالي على تسليم مفاتيح وشهادات الملكية لعشرة مستفيدين من مشروع مدينة الموظفين. ومن جهة أخرى قدم الرئيس السنغالي ماكي سال لجلالة الملك محمد السادس ثلاث شاحنات ذات حمولة ثقيلة وثلاث سيارات إسعاف، وهي عينة لطلبية تهم 400 شاحنة و164 سيارة إسعاف تقدمت بها دولة السنغال للشركة المغربية رياض موتورز. إلى طنطان التي استقبل مجلسها البلدي القنصل العام للجمهورية الفرنسية بأكادير الذي يزور المدينة في إطار فعاليات مهرجان الرحل في نسخته الحادي عشر. المسؤول الفرنسي أجرى لقاء بالمناسبة مع أعضاء مجلس البلدي، تدارس سبل خلق شراكة بين المدينة ومدن فرنسية لتطوير الشراكة والتعاون في العديد من المجالات التنموية الهامة. حافظ محضار وعبد الرحيم حاجي. جلسة عمل القنصل العام الفرنسي بأكادير مع عدد من أعضاء بلدية طنطانة. اللقاء بحث خلاله الجانبان سبل التأسيس لأرضية مشتركة لدعم التنمية بهذه المدينة وتبادل الخبرات الثقافية. المتدخلون أطلعوا الضيف الفرنسي على فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة. المسؤول الفرنسي جدد خلال هذا اللقاء تأكيد دعم فرنسا للمشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية الذي يرى فيه المنتظم الدولي آلية لطي هذا الملف نهائيا.
أتيت إلى مدينة طنطان بمناسبة موسمها السنوي، وهو بالمناسبة موسم تراثي تقليدي ثقافي يحتفي بتقاليد المنطقة، وهو مهم جدا لإشعاع المنطقة حضاريا ليس فقط للمنطقة الجنوبية بل للمغرب ككل. وأنتهز فرصة هذه الزيارة لألتقي بجمع كبير من المنتخبين وعلى رأسهم سيادة رئيس المجلس البلدي للمدينة لبحث كيفية تطوير العلاقة بين فرنسا من جهة وهذه المنطقة من جهة أخرى. تم التحدث على واحد المجموعة ديال المواضيع، أولا إدماج مدينة طنطان في إطار شي توأمة مع مدينة من المدن ديال فرنسا، واستفادة الساكنة من الخبرات ديال هاد التوأمة. وتحدثنا على المجال السياسي، وأكد السيد القنصل العام لفرنسا على أن الدولة الفرنسية تؤيد الحكم الذاتي لقضية الصحراء، وهذا ماشي جديد على فرنسا لأن هي دائما معنا في قضية الصحراء المغربية. زيارة إذن تأتي على هامش انعقاد تظاهرة موسم الرحال بطنطانة الذي شكل مناسبة مواتية للقاء عدد من كبار المسؤولين الوافدين على هذا الملتقى الثقافي الدولي لبحث سبل تنمية المنطقة. في أخبار المجالس المنتخبة، عقد اليوم الثلاثاء المجلس الإقليمي للعيون الدورة العادية لشهر ماي 2015، والتي تميزت بالدراسة والمصادقة على مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال. في المتابعة محمد فارس ومحمد مشنان. خلال الدورة العادية للمجلس الإقليمي للعيون تركز النقاش حول نقطتين هامتين، تتعلق الأولى بدراسة وضعية تجزئتي مولاي رشيد الممددة والراحة بمدينة العيون على أساس طرح التصورات والرؤى القادرة على تمتيع الساكنة بحق تحفيظ الوعاء العقاري وفق مقاربة قانونية وتقنية فعالة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحديد الأجال لاستخلاص المستحقات المتبقية في ذمة المستفيدين من التجزئتين. فيما ترتبط النقطة الثانية ببرمجة الحساب الخصوصي لتجزئات مولاي رشيد الممددة بغلاف مالي يقدر ب 11 مليون و 260 ألف درهم، خصص الجزء الأكبر منه 8 ملايين و 317 ألف درهم خصص لأشغال الطرق. تخصص لها اعتماد لشبكة الطرق واعتماد كذلك لشبكة الهاتف، واللي الحقيقة كان نقاش طويل فيها حول وضعيتها بصفة عامة، حول تحفيظها، واللي الحمد لله مخصص لها إمكانيات اللي غادي تجعلها تجزئة نموذجية، والحقيقة يستاهلوا هذه الساكنة وهذه الناس المالكة لهذه البقعة بحي مولاي رشيد اللي عانوا وصبروا هذه مدة طويلة. احنا كمجلس إقليمي كنفضلوا على أننا نديروا مجهودات إضافية. اختتمت أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي للعيون بالمصادقة بالإجماع على النقط المدرجة في جدول الأعمال، بالإضافة إلى رفع برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أما بالداخل فقد تم بمقر ولاية جهة وادي الذهب الجويرة عقد اجتماع لأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لطرح جملة من المواضيع المرتبطة بالمشاريع التنموية التي يعمل الصندوق والمبادرة على دعمها. الاجتماع تم خلاله الدراسة والمصادقة على المشاريع المقترحة في إطار برنامج الاقتصاد الاجتماعي بالوسط الحضري للسنة الجارية. تربوياً، لقاءات واجتماعات تعمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالداخل على عقدها قبل امتحانات البكالوريا لشرح آخر التفاصيل المرتبطة بالامتحانات والمراقبة، وكذا مراكز الدعم الخاصة نهاية الموسم الدراسي. تفاصيل أكثر مع محمد تروزي ومحمد يداس.
حتى تمر امتحانات البكالوريا في أجواء تطبعها الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بشكل أكبر. عملت الإدارة التعليمية بجهة وادي الذهب القويرة على تنظيم لقاءات داخل المؤسسات التعليمية منذ نحو أسبوعين مع التلاميذ لإيضاح المصادر والإجراءات المتبعة أثناء الامتحانات، مع التأكيد على أهمية استرجاع الثقة مع المثابرة. ختمتها بعقد اجتماع مع عدد من الأطر المعنية بامتحانات البكالوريا من مراقبين ورؤساء مراكز وغيرهم، بغية إيصال تفاصيل الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في الامتحانات القادمة نهاية الموسم الدراسي الجاري. الآن الجديد هو على أن أي واحد يأتي معه بهاتف نقال يعتبر حالة غش، سواء كان مخدم ولا مخدم ولا أي عدد. الإجراء الثاني والجديد هو على أن سيتم إحداث فرق متحركة. هذه الفرق كتكون عندها يعني مجهزة بآليات التي ترصد الهواتف أو أي جهاز إلكتروني. ما نهدف إليه وهو أن نحافظ على مصداقية البكالوريا، وفي نفس الوقت أن نؤمن ظروف اجتياز تلاميذ المجدين والتلميذات المجدات، آملين للجميع التوفيق. تحدثت ممثلة الأكاديمية هنا أيضا عن أهمية فتح مراكز للدعم في عدد من المواد قبيل امتحانات البكالوريا. كنتمنوا على ان الترك يعني يسترجعوا الثقه في نفسهم. احنا كاكاديميه يعني حاولنا نعاونوا هاد الدراري، لاننا احدثنا واحد المركز جهوي للدعم التربوي والنفسي والاجتماعي، ومثلا الرياضيات درنا مثلا دعم في الرياضيات لاننا كنبغوا هاد المواد العلميه. يا غير مع الاسف كنلاحظوا على ان الناس المتوسطين واللي مزيانين هما اللي كيجوا لهاد الدعم، في حين على ان الضعفاء المحتاجين للدعم ما تيجوش. ايام معدوده تفصلنا عن امتحانات البكالوريا، امتحانات يختار التلميذ مسبقا طريقة اجتيازها إما بشكل طبيعي أو بالتخبط مع وسائل الغش التي أنظرت الإدارة التعليمية بعواقب صارمة لمستعمليها داخل حجرات الامتحانات. بالعودة لموسم الطنطان، كان للنقاش العلمي والفكري أيضا حضور ضمن فعاليات الموسم. ندوة فكرية نظمت بشراكة مع أكاديمية الشعر بدولة الإمارات العربية المتحدة والمديرية الجهوية للثقافة، طرحت للنقاش سبل تأهيل التراث الثقافي والحضاري ليساهم بدوره في تحقيق التنمية. الندوة شهدت مشاركة أساتذة باحثين ومختصين في الشأن الثقافي. عياد السرتي وصالح رقيبي. ركزت المداخلات حول أدوار التراث كمورد وطني في التطور الاجتماعي والاقتصادي، إذ لا يمكن تجاهله في أي خطة للتنمية. فلعناصر التراث الشعبي من عادات وتقاليد وأعراف ومعتقدات أدوار مهمة في تنمية المجتمع وازدهاره. من هنا وجب التفكير في بحث استثمار هذا الموروث الغني والمتنوع عبر إنقاذه من الاندثار وصيانته من جهة، وحسن استخدامه بشكل اقتصادي ليعود بالفائدة من جهة ثانية. وكان موضوع المداخلة هون هو أولا تثمين هذا التراث الإنساني للمجتمع الصحراء ومجتمع البدو أولا، ثم الحديث عن إمكانيات استثمار هذا التراث على شكل ما هو واقع في الغرب، يعني أن الغرب الآن يسعى جاهدا لاستثمار مكونات قيمية للتراث وبالتالي تطبيقها على مستوى الواقع المعيشي. تراث حي، التراث مش أطلال، التراث مش بكاء على الأطلال، التراث هو التموقع من جديد في عالم لا حدود له، من المحل إلى العالم، لنصنع الحدث من جديد بروائحنا بالمفهوم الجيد وبرموزنا وبهندستنا وبلباسنا وبأكلنا. من خلال الانكباب على هذه المجالات التراثية التي كانت مهمشة ومنسية، أصبحت الآن شغل الشاغل الكثير من الجمعيات الثقافية، وهذا ينم على هذا التحول الذي كان يرى في التراث أنه جانب هامش ونسي ولا داعي طائل من ورائه، بل الآن أصبح محضرا بشكل جيد، وأصبحت الجمعيات تتهافت على صون هذا التراث، وهناك نوع من التباري ولو أنه تباري صامت، ولكن في ذلك رفع للتنمية. عديدة هي المؤهلات التي تتميز بها المناطق الجنوبية، منها الغنى الثقافي والتراثي، مكونات يمكن تأهيلها واستثمارها لتحقيق ازدهار المجتمع.
تعاني منطقة الجريفية بإقليم بوجدور خلال السنوات الأخيرة مشكل زحف الرمال، مما أثر بشكل كبير على المجالات الفلاحية والسياحية بهذه المنطقة. تقرير في الموضوع لمحمد المصطفى خيا. منطقة الجريفية بإقليم بوجدور هي واحدة من المناطق الصحراوية التي تعيش مشكلة زحف الرمال بشكل كبير، وإن كانت تعد من المناطق الفلاحية الهامة على صعيد إقليم بوجدور باعتبارها منطقة للرعي وتوفير المياه الشربي للقطعان. خلال السنوات الأخيرة تأثرت هذه الأحواض بمشكل زحف الرمال، فعمت هذه الرمال على الأحواض وباتت غير صالحة للاستعمال في ظل غياب تام لعملية الترميم والتهيئة. المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبر مديريتها الإقليمية ببوجدور لجأت خلال الفترة الأخيرة لإعطاء الانطلاقة لعدد هام من المشاريع الرامية لمحاربة هذه الظاهرة، فعبر أسطر أعطيت الانطلاقة لمشروع محاربة هذه الآفة بالطريقة الميكانيكية، ورصدت الجهات الوصية مبالغ مالية هامة ستساهم بحسب هؤلاء في القضاء على مشكل زحف الرمال بالجريفية، وحتى تستثمر هذه المنطقة فلاحيا وكذا سياحيا باعتبارها وجهة للعديدين من الباحثين عن مناطق الكلاء للماشية وكذا الراغبين في التمتع بمناظرها الطبيعية ومياهها الجوفية التي تستعمل للعلاج من عديد الأمراض بحسب ساكنة هذه المنطقة. وفي ظل هذه الظروف يبقى الأمل كبير في أن يلقى هذا المشروع نجاحا هاما باعتبار الأهمية البالغة لمنطقة الجريفية على كافة الأصعدة. في الشأن الجمعوي، احتضنت دار الشباب المسيرة بالعيون صبيحة ترفيهية لفائدة الأطفال المعوزين نظمتها جمعية مبادرة فاعل خير، تهدف من خلالها إلى إدخال البهجة والسرور إلى نفوس هذه الشريحة. الصبيحة الترفيهية تخللتها فقرات ومسابقات ثقافية ووصلات تنشيطية عرفت تفاعل هؤلاء الأطفال. إلى فعاليات تظاهرة موسم الطنطان التي يشتمل برنامجها على إحياء مجموعة من السهرات الفنية التي تسعى إلى خلق أجواء تنشيطية لساكنة المدينة وتقريب مجموعة من الفنانين والمجموعات الموسيقية الذائعة الصيت من الجمهور المحلي. أمسيات تنظم على مدار أيام التظاهرة بمدينتي الطنطان والوطية. حافظ محضار وعبد الرحيم حاجي. مجموعات غنائية تمثل أطياف فنية من داخل وخارج الوطن أدت فقرة هذه الأمسية التي أتاحت ساكنة المدينة وزوار تظاهرتها الثقافية الدولية فرصة للاستمتاع بفقرات غنائية طربية وفولكلورية قدمتها فرق حضرت مشاركة من دول عربية وإفريقية. أنا كنت content de faire ce spectacle. Voilà. On était très heureux et très content. Voilà, c'est comme ça, ça se passe. Jollof Art était présent et c'est nous, le groupe Jollof Art, le groupe qui représente l'Afrique, les Sénégalais particulièrement et tout. C'était vraiment merveilleux de faire ce spectacle et c'était, on est vraiment enchantés. Najid Souada, الناس رحبوا بنا الترحيب اللي هو كبير كيف ما معهود على جميع المغاربة. نتمنى إن شاء الله ما تكونش المرة الأولى والأخيرة، نتمنى دائما إن شاء الله نجيو لعندهم نشاركوا معهم الفرحة ديالهم. بارح الوطية واليوم طنطان، تبارك الله الجمهور، يعني الساعة الآن 2 صباح والحمد لله الجمهور مازال واقف ومازال متعطش لهذه اللوحة الجميلة اللي فيها قناوة وفيها الأمازيغ وفيها ثقافة المغرب كاملة. وأنا جد فرحانة أنني كوني مع هذا الجوق اللي أعطى الأغنية الحسانية رونق جميل اللي فرحوا به الصحراء. لوحات فنية قدمت الفرجة لجمهور كبيرة تتبع باهتمام واستمتاع مختلف الفقرات المقدمة خلال هذه الأمسية. جينا من سمارة، موسم زوين كل عام، يعني مستوى سهرة هي مزيانة، يعني صراحة قاعدك شي زوين. السهرة كانت زوينة، كنا متوقعين انها غتكون بحال هكا ومزيان ملي جاو ناس من برا ومن جميع انحاء العالم العربي. هاد العام السهرة زوينة، فيها الامارات، فيها زعما جميع المغنيين المغاربة، زعما خالد زوين هاد العام، زوين متنوع فيه
بعد التنوع ديالو بإفريقيا وفي الخليجي وفي مغنيين مغاربة مستوى وفيه مسائل مزيانة. صراحة المهرجان يعني كان يعني في الحلة 11 يعني كان في مستوى يعني عطى ما كان يعني مضمون عنه. فقرات فنية متنوعة يتضمنها البرنامج التنشيطي الموازي لهذه التظاهرة الدولية التي ساهمت في شعال أمازي هذه المدينة طيلة أيام هذه الفعاليات الثقافية. جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الأربعاء في تقرير لمحمد نوار. نسهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الأربعاء من جريدة الصباح التي واكبت زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى إفريقيا التي تأتي في إطار الاهتمام الذي يوليه المغرب لإفريقيا، واهتمت اليومية بموضوع مجموعة الدفع الاقتصادية المغربية السنغالية. وكتبت: ترأس جلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي ماكي سال حفلة تنصيب هذه المجموعة التي تعد بنية لهيكلة علاقات الشراكة الاقتصادية بينهما وإضفاء الدينامية عليها وتحفيز الإقلاع المشترك والنهوض بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام وضمان تتبع إنجاز اتفاقيات بين القطاعين العام والخاص والقطاعين الخاصين بالبلدين. وارتباطا دائما بذات الخبر، كتبت يومية الأخبار من خلال مواكبتها لجولة جلالة الملك محمد السادس إلى إفريقيا بأن جلالته أشرف إلى جانب الرئيس السنغالي ماكي سال على إطلاق أشغال بناء محطة لتفريغ مهيئة للصيد التقليدي بالعاصمة السنغالية دكار. وذكرت الأخبار بأن هذا يدخل ضمن البرامج ذات الطابع التنموي التي يوليها المغرب اهتماما خاصا داخل القارة السمراء، وهذا المشروع الذي يدعمه المغرب مما لا يدعو للشك فسيخلق فرص عمل بهذه المنطقة من السنغال. أما جريدة أخبار اليوم المغربية فكتبت في عددها الصادر يوم غد الأربعاء: جلالة الملك محمد السادس أول ملك مغربي يصل إلى غينيا بيساو، حيث تؤكد اليومية على أن هذه الزيارة تعتبر الأولى من نوعها وستستغرق 3 أيام وستعطي دفعة جديدة للعلاقات المغربية الإفريقية. وحسب ما جاء في أخبار اليوم المغربية فإن تحسن العلاقات بين البلدين بدأ منذ تراجع غينيا بيساو عن الاعتراف بجبهة البوليساريو سنة 2010. وارتباطا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الأربعاء، يومية المساء كتبت في صفحتها 4: برلمانيات يحذرن من شتات العائلات الصحراوية وتهجير البوليساريو الأطفال إلى كوبا. حيث أشارت اليومية إلى أن برلمانيات وأعضاء المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية حذرن من شتات الأسر الصحراوية ومن معاناة النساء داخل مخيمات تندوف. وذكرت المساء في باقي تفاصيل الخبر بأن هذا الواقع القائم بمخيمات تندوف جرى توثيقه بشهادات ضحايا سابقات للبوليساريو في لقاء نظم يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب من طرف لجنة مقاربة النوع وتكافؤ الفرص التابعة لمنتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي، تؤكد اليومية. ومن صحيفة هسبريس نختم جولتنا، حيث كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: على هامش موسم الطنطان الدولي في نسخته 11 الذي تنظمه مؤسسة المجار في الفترة الممتدة بين 23 و27 مايو الجاري تحت الرعاية الملكية السامية، نظمت غرفة الصناعة التقليدية لجهة إقليمي مسمارة معرضا للمنتجات التقليدية. ويعتبر هذا المعرض حسب القائمين عليه فضاء لتبادل التجارب بين مختلف العارضين باعتبارهم صناع وحرفيين فرادى أو جمعيات أو تعاونيات أو مقاولات حرفية، بالإضافة لكونه متنفس للساكنة، حيث يعتبر المعرض محجا لهم للتمتع بالمنتجات ذات الحمولة الثقافية من زرابي وخياطة تقليدية. وذكرت هسبريس بأن المعرض شهد إقبالا من حيث الزوار والوافدين عليه منذ افتتاحه، حيث ضم أكثر من 170 رواقا موزعا بين مجموعة من الحرف التقليدية كالخياطة والخزف والحياكة والديكور والحلية والأزياء المغربية اشتغلت جلها على تقديم أبرز ما لديها من معروضات. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد لمين سيدي الحسن والساخي عن سن تناهز 88 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة الشرفاء رقيبات الفغرة، وكان قيد حياته أحد أعضاء المقاومة وجيش التحرير. تقمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصل اللحظة إلى الفقرة الخاصة بأحوال الطقس غدا إن شاء الله. من المتوقع أن تظهر بعض السحب المنخفضة بالقرب من السواحل خلال الليل والصباح، فيما سنلاحظ سماء قليلة السحب مع صافية إلى في باقي المناطق.
درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 15 درجة بكل من بكرة عم دريقة و 20 درجة بطاطا. في حين ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 34 درجة بأوسرد 20 درجة بسيدي فني. في حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج عموما. طلوع الشمس غدا بمدينة العيون سيكون على تمام الساعة 7:03، أما غروبها فسيكون عند تمام الساعة 8:35 إن شاء الله. مع بعض درجات الحرارة في بعض المدن المجاورة لبلادنا فسيكون على الشكل التالي: 40 درجة بباماكو، 37 درجة بنواكشوط، 34 درجة بنواذيبو، 33 درجة بتندوف، مع تسجيل 29 درجة بالعاصمة الرباط. نوه مشاهدينا الكرام أنكم تلتقون مباشرة بعد هذه النشرة مع الجزء الثاني من برنامج من العاصمة الذي يستضيف السيد عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية. إلى هنا تنتهي هذه النشرة. إلى اللقاء.